جايز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم سوف نرى مجموعه من الجمل والعبارات الجديده، هيا لنرى. اذا اول عباره سوف نبدا بها وهي امور بيتر ايش بيتماز. امور بيتر ايش بيتماز، العمر ينتهي والعمل لا ينتهي. يعني الشخص يولد يكبر يعيش يعمل ويموت، والعمل لازال مستمر، سوف يكمله ابنه او لا اعلم من. يعني دائما العمل موجود، العمر ينتهي والعمل لا ينتهي. عمر بيتار ايش بيتماز، العمر ينتهي والعمل لا ينتهي. عمر بيتار ايش بيتماز، العمر ينتهي والعمل لا ينتهي. عمر بيتار ايش بيتماز، ها نموت له سنه، نموت له سنه، يا لسعادتك او بمعنى نيالك. نموت له سنه، يا لسعادتك او نيالك، نيالك نيالك حسب الشخص. نموت له سنة، نولور نولور أرجوك، هي تكتب نولور نولور أرجوك. عندما تريد أن تترجى شخص تقول له أرجوك 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 افعل هذا، ساعدني أرجوك، نولور. حسنا في الحديث اليومي نقول نولور، ولكن كتابة نولور، في الحديث اليومي نولور 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 أرجوك أرجوك نولور. هذا أنجليك لي إليرين يكا، أنجليك لي إليرين يكا. أولا اغسل يديك، هيا قبل الأكل أولا اغسل يديك. Öncelikle ellerin yıka. اغسل يديك قبل الأكل عادة، يعني أولا اغسل يديك. Öncelikle ellerin yıka. اغسل يديك أولا، أو بالبداية اغسل يديك. Öncelikle ellerin yıka. Öncelikle ellerin yıka. اغسل يديك أولا، أو بالبداية اغسل يديك. Öncelikle ellerin yıka. Hah. Özür kabahatinden büyük. Özür kabahatinden büyük. عذر أقبح من الدم. Özür kabahatinden büyük. Uzr akbar min zem. Ou uzr akbah min zem. Üzür kabahatinden büyük. Uzr akbar min zem. Ou uzr akbah min zem. Üzür kabahatinden büyük. Paldır küldür konuya girdi. Paldır küldür konuya girdi. دخل بالموضوع مباشرة. يعني هي عادة هذه الكلمة يمكن أن أعنيها لكم في اللهجة العربية الشامية، خبط لزق، يعني بدون استئذان، بدون أن يسأل، دخل في الموضوع مباشرة، خبط لزق، فات بالموضوع خبط لزق. بالدر كولدر كونويا جيرده، دخل بالموضوع مباشرة. بالدر كولدر كونويا جيرده، دخل في الموضوع مباشرة، فات بالموضوع خبط لزق. Paldır küldür konuya girdi. Oh,
Parmaklarını yersin. Parmaklarını yersin. ستأكل أصابعك وراءها. هذه تقال كثيرا باللغة التركية عندما تكون ست البيت يعني سيدة المنزل ربة البيت طبخت شيئا جميلا جدا فتقول لك طبخت لك أكلتك المفضلة سوف تأكل أصابعك وراءها هيا parmaklarını yersin ستأكل أصابعك وراءها هي الكلمتين تعني ستأكل أصابعك ولكن طبعا عندما نتحدث عن الأكل وكذا فيعني بعد نهايتك من الأكل ستأكل أصابعك لهذا نضيف وراءها يعني الطبق أو الأكلة parmaklarını yersin ستأكل أصابعك وراءها parmaklarını yersin parmaklarını yersin سوف تأكل أصابعك وراءها parmaklarını yersin panik yapma panik yapma لا تذعر أو لا تذعر الذعر panik yapma لا تذعر يعني لا تتشوش panik yapma لا تذعر panik yapma akşam misafirlerim olduğu için erken çıkmak zorunda kaldım akşam misafirlerim olduğu için erken çıkmak zorunda kaldım elmesa لأنه لدي ضيوف اضطررت للخروج باكرا يعني من العمل طبعا تقصير أكشم مسافر لرم olduğu için erken çıkmak zorunda kaldım المساء لأنه لدي ضيوف اضطررت للخروج باكرا akşam misafirlerim olduğu için erken çıkmak zorunda kaldım. Ne yapacağız? ماذا سنفعل? Ne yapacağız? ماذا سنفعل? Ne yapacağız? ماذا سنفعل? Ne yapacağız? Ne yapacağız? ماذا سنفعل? في الحديث اليومي ne yapacağız? ماذا سنفعل? Ne yapacağız? Ne dersin? Ne dersin? Ma ra'yuk au maza taqul? Yani عندما تستشير شخص في شيء فتقول له ما رأيك? Yani ماذا تقول في هذا? Ne dersin? Maza taqul au ma ra'yuk? Ne dersin? Oh, önün gibisi yok. Onun gibisi yok. لا يوجد مثيل له أو لا مثيل له المهم لدينا يوك يعني لا يوجد onun gibisi yok لا يوجد مثيل له onun gibisi yok nerede kaldın nerede kaldın أين بقيت هي تكتب nerede kaldın ولكن في الحديث اليومي nerede kaldın أين بقيت nerede kaldın nerede kaldın أين بقيت nerede kaldın oh olsun sözümü dinleseydin böyle olamazdı تستاهل أو تستحق oh olsun تقال كثيرا عند الأتراك تعني تستحق أو تستاهل فالعبارة التي قلتها لكم هي oh olsun oh olsun sözümü dinleseydin böyle olmazdı تستاهل أو تستحق لو سمعت كلامي
لما حدث هكذا. Oh olsun, sözümü dinleseydin böyle olmazdı. تستحق. لو سمعت كلامي لما حدث هكذا. Oh olsun, sözümü dinleseydin böyle olmazdı. Ama olamazdı. Hasanen. Ne olacaksa olsun. Ne olacaksa olsun. هذه العبارة كذلك تقال كثيرا. ليحدث ما سيحدث. أو يلي بده يصير يصير. يلا. Ne olacaksa olsun. ليحدث ما سيحدث. يلي بده يصير يصير. شو راح نستنى؟ يلا. Ne olacaksa olsun. ليحدث ما سيحدث. أو يلي بده يصير يصير. Ne olacaksa olsun. بهذه العبارة نكون قد انتهينا من فيديو اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه. وأراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم بخير. إلى اللقاء.